طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الابلكيشنز او التطبيقات بتاعه التطبيقات الخاصه باليونيفورم فلو، عشان نعرف اهميه اليونيفورم فلو والتطبيقات الخاصه بتاعته. هو ده مجال الحديث في المحاضره بتاعه النهارده ان شاء الله. طبعا احنا عرفنا ايه تعريف اليونيفورم فلو، وقلنا اليونيفورم فلو هو الفلو اللي ما فيش تغيرات بتحصل للووتر ديبس للفيلوسيتي للديسشارج مع المسافه. طيب ايه هي الابلكيشنز بقى اللي بتقابلنا والخاصه بالايه باليونيفورم فلو؟ اول ابلكيشن اللي احنا اخذناه في المحاضرات السابقه اللي هو ايه حساب الكباستي بتاعه التشانل. لو انتم فاكرين اخذنا معادله مانينج وتشيزي ودارسي، المعادلات دي كلها بتعمل ايه؟ بتحسب الديسشارج. فمثال مثلا لو انا كان عندي التشانل كده، لو عندي تشانل كده واديتك مين؟ الجيومتري بتاعت التشانل، واديتك البيد ويتس، واديتك الووتر ديبس، ها، واديتك الجيومتري السايد سلوبس والسلوب بتاع التشانل، تستطيع باستخدام معادله مانينج او تشيزي او دارسي تحسب مين؟ تحسب الكيو. الكيو دي بنسميها ايه؟ التشانل كاباسيتي، يعني قدره القناه على ايه؟ على تصريف المياه. قدرتها على تصريف المياه. فاول ابلكيشن هو الكالكوليشن بتاع التشانل كاباسيتي، يعني جيتنج الكيو، يعني كل حاجه معروفه ما عدا الكيو انت محتاج تعرفها. فبالتالي يبقى الابلكيشن رقم واحد زي ما اتفقنا احنا عملناها خلاص اوريدي، دي خلصت. طيب تعال نشوف ايه هي الابلكيشنز الثانيه اللي موجوده عندنا. عندنا كمان ابلكيشن زي ايه مثلا؟ زي ازاي نعمل بلوتنج للريتنج كيرف بتاع التشانل باستخدام ووتر ديبسز مختلفه. دي ابلكيشن رقم 2 هنتكلم عليها بعد شويه. ابلكيشن رقم 3 بتتكلم على المساله العكسيه. ايه المساله العكسيه؟ ان انا بقى عندي الكيو، يعني كيو معروف، لكن عايز اجيب الووتر ديبس. الووتر ديبس هو المجهول، دي بنسميها مساله النورمال ديبس بروبلم. دي الابلكيشن رقم 3. ابلكيشن رقم 4 ابلكيشن تصميميه، تصميم التشانل. تصميم التشانل يعني ايه؟ يعني ما عنديش الجيومتري بتاعت التشانل، ما عنديش اي حاجه، فعايزك تصمم التشانل من العدم، من سكراتش، فدي اسمها تصميم التشانل. دي ابلكيشن رقم 4 وهي من اهم الابلكيشنز اللي عندنا في الجزء ده. بعد كده ابلكيشن رقم 5 تصميم برضو شبكات صرف الصحي، دي من الابلكيشنز بتاعت الاوبن تشانل. وابلكيشن رقم 6 حسابات النون يونيفورم فلو. تعالوا نبدا خطوه خطوه كده ونشوف الابلكيشنز دي هنتعامل معاها ازاي. فهبدا الاول بابلكيشن رقم 1 افكركم بيها. ابلكيشن رقم 1 مقصود بيها استيميشن للشانل كاباسيتي، ودي اخذناها في الفتره اللي فاتت او في المحاضرات اللي فاتت. كنا قلنا ايه؟ مديك كل حاجه، مديك الووتر ديبس، مديك البي، مديك كمان السلوب بتاع التشانل اس نوت، مديك السايد سلوبس بتاعت الشانل تي 21، مديك مانينج ان، وطالب منك تحسب لي مين؟ تحسب لي الكيو باستخدام معادله مانينج او تشيزي او دارسي، فتستطيع بسهوله انك تحسب الكيو. الابلكيشن رقم 1 ده من اسهل الابلكيشنز. ليه؟ لان هو اسمه ايه؟ تعويض مباشر، صح ولا لا؟ انت عندك الكيو بتساوي ايه؟ بيساوي 1 على الان في الايه؟ في الار اس 2 لو هتستخدم مانينج، يعني جذر اس نوت، فكل حاجه موجوده. الان هديها لك، الاي هديها لك، الار هديها لك، الاس هديها لك، بتعوض بس تجيب مين؟ تجيب الكيو. خلاص؟ فدي اسمها مساله الكباستي، ودي اسهل المسائل الموجوده عندنا. طيب مش هنقف عليها كتير لان احنا اخذنا عليها مسائل قبل كده في الحل في الايه في الجزء اللي فات. خلونا نتكلم او ننتقل لابلكيشن اللي وراها. ابلكيشن رقم 2 اسمها ايه بقى؟ بلوتنج النيوميريكال ريتنج كيرف. يعني ايه بقى؟ يعني ايه نيوميريكال ريتنج كيرف؟ ايه هو الاول الريتنج كيرف؟ الريتنج كيرف هو علاقه ما بين المحور الافقي، هيكون الفلو، الفلو اللي هو كيو، يبقى المحور الافقي عندي مين؟ المحور الافقي عندي الكيو، الكيو، والمحور الراسي عندي مثلا الووتر ديبس، ساعات الووتر ديبس وساعات الووتر سيرفيس اليفيشن. يعني ساعات ووتر ديبس يعني عمق الميه، عمق الميه اللي هو واي، وساعات الووتر سيرفيس اليفيشن زي ده، يعني منسوب او مقاس من ايه؟ من سيرتن ديتم، من سيرتن ديتم، والديتم ده عاده ما بيكون سطح البحر، يعني الزيرو بتاع سطح الايه؟ البحر. فبالتالي ممكن انا ارسم الكيرف بتاع الريتنج كيرف ده، المحور الراسي فيه يكون الواي بس اللي هي عمق الميه، العمق من هنا لهنا، او يكون بقى منسوب سطح الميه بس متقاس من فين؟ من الديتم ده اللي هو سطح البحر. طيب هو ده الريتنج كيرف، علاقه ما بين الكيو والواي. جميل، وده شكله بيكون بهذا الشكل. معناه ايه بقى؟
معناه ان انا مثلا لو عندي اي شانل كده، اما اقول لك جيب لي الريتنج كيرف يعني ايه؟ يعني حاول تحسب لي لو كان الواي بيساوي صفر الكيوب كام؟ فبتعمل جدول زي اللي انت شايفه ده. اما الواي بتساوي صفر الكيو هتطلع بكام؟ تطلع بصفر طبعا. طب واي كانت بتساوي ربع متر، يبقى تقول هنا واي بربع متر. ها هتحسب بقى الكيو، الكيوب كام؟ تحسب الكيو مثلا وياكم كيو واحد، وتجيب نقطة على الكيرف، تحط نقطة على الكيرف، حيث النقطة دي بقى هنا مين دي؟ دي اسمها كيو اي، كيو واحد، ومين دي؟ ودي هي واي اي، واي واحد. طب وبعدين واي خليتها زودتها شوية، بقت بدل ربع بقت نص. هنقعد نزود الواي كده بفترات ايه؟ ثابتة. بفترات ثابتة، وكل مرة هعمل ايه؟ كل مرة هجيب الكورسبوندينج مين؟ ديسشارج، الكورسبوندينج ديسشارج، وهكذا. فده اسمه بقى لو انت عملت القصة دي وحطيت نقاط المختلفة اللي انا بقول لك عليها، هتوصل بينهم هيرسم ايه؟ كيرف. الكيرف ده اسمه ايه بقى؟ اسمه الريتنج كيرف. ريتنج. طب ايه اهميته بقى في الحياة الكيرف ده؟ الكيرف ده مهم في الحياة في الآتي، ممكن استخدمه في ناحية عكسية. ازاي يعني؟ يعني بفرض مثلا عندي تشانل زي دي كده، شانل زي دي، وعندي الريتنج كيرف بتاعها، وعندي الريتنج كيرف بتاعها. ممكن استطيع لو انا قست دلوقتي الووتر ليفل، الووتر ليفل، استطيع بالناحيه العكسيه ادخل اجيب مين؟ اجيب الديسشارج. يبقى ميزه الريتنج كيرف انك لو عندك ريتنج كيرف لاي شانل، الريتنج كيرف انت جبته ازاي؟ بانك بتفرض واي، بتفرض واي ووتر ديبسز، وتجيب الكورسبوندنج كيو. لو انت عندك الواي تقدر تحسب الووتر سيرفيس اليفيشن المناظر. لو عندك الووتر ديبس ده اقدر اجيب منسوب سطح الميه كام من الداتا من العادي بتاعي. جميل. فبالتالي يبقى انت عندك دلوقتي عباره عن علاقه ما بين الواي والووتر سيرفيس اليفيشن والكيو. طيب ممكن بقى اعمل العكس، لو جبت الواي اقدر اجيب الكيو، او لو جبت الووتر سيرفيس اليفيشن اقدر ادخل اجيب الكيو. يبقى ده ميزه الريتنج كيرف. يعني ميزته بتكون في ايام الطوارئ وايام الامرجنسي، يعني مثلا لو حصل فيضان كبير جدا، فيضان كبير، وانا عايز اقيس الايه الديسشارج في الايه في النهر ده او في الشانل دي، ومفيش حد راضي ينزل يقيس لان الدنيا في منتهى الخطوره، الوضع في منتهى الخطوره، وممكن لو حد نزل ممكن الميه تجرفه وحاجات زي كده. انا ممكن اعمل ايه؟ بمجرد ما انا بقيس الليفل ده، ها وانا عندي بقى الريتنج كيرف ده من زمان، ادخل بالليفل الجديد اجيب مين؟ اجيب الايه؟ الديسشارج. يبقى دي اسمها عن طريق اندايركت ميجرمنتس، يعني عن طريق ايه؟ قياس غير مباشر، ان انا من عن طريق الووتر ليفل جبت الايه؟ الديسشارج. طبعا الكلام ده ما تقدرش تعمله الا لو كان عندك مين؟ الريتنج كيرف مسبقا موجود في التشانل بتاعتك. يبقى دي الابلكيشن رقم ايه؟ 2. طيب نروح لابلكيشن رقم 3. ابلكيشن رقم 3 زي ما قلت لكم هي الابلكيشن العكسيه بتاعت رقم 1. يعني ايه بقى؟ في رقم 1 كنا بنقول انا مديك الووتر ديبس ومديك كل حاجه، عايزك تجيب الكيو. المره دي العكس بقى، المره دي انا مديك الكيو، مديك كل حاجه ثانيه، البي، التي يعني الجيومتري بتاع القطاع، مديك اللونجيتيودنال سلوب، ميل للشانل، مديك الرافنس، وطالب منك تجيب لي مين؟ تجيب لي الووتر ديبس. يبقى المجهول المره دي ايه؟ الووتر ديبس. دي مساله بنسميها ايه؟ مساله حساب النورمال ديبس بروبلم. يبقى تاني، لو انت كان عندك جيفن الديسشارج والمجهول هو الواي، دي مساله العكسيه بتاعت جيفن الواي ومجهول هو كيو. واضح كده؟ طيب علشان نعرف نتكلم على المساله دي محتاجين بس الاول نعرف ترم كده مهم قوي وهنسمعه كتير، اسمه النورمال ديبس. النورمال ديبس، نورمال ديبس، نورمال يعني ايه؟ يعني طبيعي. دبس طبيعي يعني. طب الدبسز الثانيه مجانين يعني ولا حاجه؟ لا، قصدي ايه بالنورمال دبس؟ بيقصد العلماء بكلمه النورمال دبس يعني معناها الدبس اللي الميه هتمشي بيه، بس لو فرضنا ان الفلو ماشي في التشانل ماشي يونيفورم، فبنسمي الدبس ده عشان نميزه ونقول ان الفلو ماشي يونيفورم، بنسمي الدبس ده تسميه خاصه، فما بنسموش دبس وخلاص، بسميه النورمال دبس يعني الدبس الطبيعي. يبقى الواي اما يكون الفلو ماشي يونيفورم فبسميها نورمال ديبس، وعشان اميزها بحط لها كلمه نوت دي. يبقى اول ما اشوف نوت في الايه تحت كده واي نوت، يعني معناها ده اسمه النورمال ديبس. طيب يبقى احنا عرفنا النورمال ديبس يعني ايه. يبقى النورمال ديبس تاني يعني ايه؟ النورمال ديبس هو الاكتوال ووتر ديبس في التشانل، بس بفرض ان الفلو ماشي ايه؟ ماشي يونيفورم.
يعني الفلو لو كان ماشي نون يونيفورم الووتر ديبس بتاعه مش اسمه النورمال ديبس، اسمه ووتر ديبس وخلاص. انما لو الفلو ماشي يونيفورم الووتر ديبس ده هنميزه، هنسميه ايه بقى؟ هنسميه النورمال ديبس. خلاص جميل. طب الابلكيشن دي عايزه ايه بقى؟ عايزه بقى تحسب النورمال ديبس ده. يعني ايه؟ يعني لو اديتك الكيو، لو اديتك الكيو واديتك شكل الشانل شكلها عامل ازاي، يعني البي البي والاي سايد سلوبس واديتك اللونجيتيودنال سلوب، تقدر تقول الكيو دي هتملى قد ايه من القاع من القطاع بتاعك، والواي نوت بتاعتها هتكون كام؟ هو ده السؤال. يبقى دي الابلكيشن بتاعتنا رقم 3. طيب عايزين نقارن ما بين ابلكيشن رقم 1 اللي هي اسمها حساب الكباسيتي بتاع الشانل، والابلكيشن رقم 3 اللي احنا بنتكلم عليها بتاعه النورمال ديبس. ابلكيشن رقم 1 بيكون ما ايه المعطى ليا؟ الواي والبي والاس نوت والان والتي، وايه المطلوب؟ المجهول كيو. وقلنا المساله دي مساله تعويض مباشر، عشان كده بنسميها ايه؟ اكسبليسيت. يعني ايه تعويض مباشر؟ اكسبليسيت هنا يعني تعويض مباشر، اكسبليسيت بالانجليزي يعني صريح يعني مباشر. طيب مساله رقم 3 بقى اللي هي الابلكيشن رقم 3، الابلكيشن بتاع النورمال ديبس، ايه المعطى؟ معطى الكيو المره دي. هنا كانت مجهوله، هنا كانت معطاه، هنا معطاه، ومعطى كمان البي والاس نوت والان والتي. ايه المطلوب المره دي؟ الواي. يبقى المطلوب هنا الواي، بينما المساله بتاعت واحد المطلوب كان معطى الواي. جميل. هتبص تلاقي بقى المساله دي ممكن تعمل مشاكل، ومساله مش تعويض مباشر، ومحتاجه الى حد كبير ان احنا نعمل اتريشنز في بعض الايه السكاشن. فتعالوا نشوف ازاي هنتعامل مع المساله رقم 3. فمساله رقم 3 اصعب شويه من مساله رقم 1. تعالوا نشوف كده مع بعض. اول حاجه هبدا بقطاعات بسيطه اقدر اجيب النورمال ديبس مباشره من غير ما اعمل ايه اتريشنز، من غير ما اعمل اتريشنز ولا ايه حلول معقد. تعال نشوف كده الحالات دي. لو انت كان عندك وايد شانل، فاكرين لما انا قلت لكم المره اللي فاتت امبارح اتكلمنا على كلمه وايد شانل، وقلت لكم الوايد شانل ده اول لما بيجي معناها بيبسط لنا حاجات كتير. ايه المقصود بكلمه وايد شانل؟ وايد شانل يعني قناه عريضه، يعني قطاع عريض، قطاع عريض. حتى لو كان شكله ترابيزويدال كده، حتى لو كان شكله ترابيزويدال القطاع ده بقول عليه ان هو عريض لو كان ايه عرض التشانل اكبر من 10 اضعاف الووتر ديبس بتاع التشانل. فلو كان بي اكبر من 10 اضعاف الووتر ديبس بسمي القطاع ده ايه؟ بسميه وايد سيكشن، او ساعات بسميه فيري وايد سيكشن، الاثنين مسمى لشيء واحد. فانا بقول لك هنا القطاع هنا اسمه ايه؟ فيري وايد سيكشن. طيب لو كان فيري وايد سيكشن، لو انتوا فاكرين قلنا امبارح الفيري وايد سيكشن هتلاقي ان الار بتاعته بتساوي كام مباشره؟ واي. وده طبعا تقريبا وليس تحقيقا، الار تقريبا بتساوي الواي، وده ميزه او جمال الفرض بتاعنا. لما نفرض ان هو فيري وايد بيسهل لنا حاجات كتير، الار بيساوي واي على طول. جميل. لو انت بقى استخدمت الفيري وايد سيكشن تقدر تثبت ان الواي بيساوي كيو سمول في ان على جذر اس نوت تو ذا باور 3 على 5. تعالى نعرف بقى الاول ايه هي الكيو سمول دي، واحده واحده كده مع بعض. ايه هو الكيو سمول؟ هبدا لكم بريكتانجلر سيكشن عشان الكيو سمول اول ما عرفت عرفت على القطاع المستطيل. ريكتانجلر سيكشن، لو انا اخذت ريكتانجلر سيكشن كده وده العرض بتاعه، فده البي بتاعتي. البي بتاعتي اهي. لو فرضنا الكيو اللي ماشيه في التشانل دي قدرها كيو كابيتال، كيو كابيتال. طب لو قلت لك بقى انا هاخد شريحه في التشانل دي قدرها او عرضها 1 متر بس، 1 متر. لو انا اخدت شريحه عرضها كام؟ 1 متر. عرضها 1 متر بس. نصيب الكيو في الشريحه دي ماشي قد ايه؟ الكيو اللي ماشي في شريحه عرضها 1 متر بسميه كيو سمول. واضح كده؟ بسميه كيو سمول. يبقى ايه هي كيو سمول؟ هي الديستشارج اللي بتمر في شريحه في التشانل، الشريحه دي عرضها بس 1 متر. طيب لو كانت بقى التشانل عرضها بي، يبقى فيها كام كيو من الكيو سمول؟ فيها بي في الكيو سمول. يبقى اقدر اقول دلوقتي ان كيو كبيره، كيو كبيره هي عباره عن ايه؟ هي بتساوي كيو صغيره دي اللي هي الديسشارج الماشيه في شريحه عرضها 1 متر مضروبه في مين؟ في عرض التشانل اللي هو بي. مثال للسهوله يعني، لو كان بي 10 متر والكيو سمول كانت 3 متر مكعب، متر 3 متر مربع بير سكند،
يبقى الكيو اللي مشيت هنا كده ثلاث وحدات بس مشيت في كام؟ في عرض 1 متر، وانا عندي العرض 10 متر، والشريحه دي زي الشريحه اللي جنبها زي الشريحه جنبها زي الشريحه جنبها كلهم متماثلين. ففي الحاله دي يبقى كيو الكبيره قد ايه؟ هي الكيو اللي ماشيه في الشريحه اللي عرضها 1 متر مضروبه في مين؟ في عرض التشانل بتاعها. يبقى اقدر اقول القانون ده سليم. يبقى القانون ده سليم، فالقانون ده بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الكيو كبيره بتساوي كيو سمول في البي. طيب يبقى بالتالي يبقى كيو سمول بتساوي ايه؟ بيساوي كيو كبيره على البي. يبقى بالتالي كيو سمول دي ايه هي اليونتس بتاعتها؟ اليونتس بتاعتها متر مكعب ها بير سكند، والمقام ايه؟ بير متر. يبقى الكيو دي اليونتس بتاعتها هتبقى كده متر مكعب بير سكند بير متر ران. بير متر ران، فممكن احطها بهذا الشكل، ممكن احطها بالشكل ده كيو بتساوي متر مكعب هنا وفي المقام متر، يبقى يطيروا مع بعض، يبقى بدل متر مكعب تبقى متر مربع بير سكند. جميل؟ يبقى احنا عرفنا يعني ايه كيو سمول. كويس. الكيو سمول معرفه فين؟ معرفه فقط للريكتانجلر سيكشن. ليه بقى؟ لا مش معرفه للترابيزويدال. ليه بقى مش معرفه للترابيزويدال؟ مش معرفه للترابيزويدال ليه؟ لان لو اخدت شريحه هنا عرضها 1 متر، الفلو اللي ماشي هنا اكيد مش زي الفلو بتاع الشريحه اللي عرضها 1 متر هنا. صح ولا لا؟ العرض بتاع 1 متر هنا اكيد الفلو فيه مش زي ده. فعشان كده الكيو سمول غير معرفه، غير معرفه اصلا للترابيزويدال سيكشن. وكذلك غير معرفه لمين؟ للتريانجلر سيكشن. وكذلك غير معرفه لمين؟ للسيركلر سيكشن. امال معرفه فقط لمين؟ للريكتانجلر سيكشن. وكذلك للفيري وايد سيكشن. وكذلك للفيري وايد سيكشن. ليه؟ ليه معرفه للفيري وايد سيكشن؟ لان انا قلت لكم المره اللي فاتت في الفيري وايد سيكشن ان الحتت الصغيره دي بنهملها. فهيتحول القطاع لانه كانه ريكتانجلر سيكشن، صح ولا لا؟ فبالتالي يبقى الكيو سمول معرفه لسيكشنين فقط. الريكتانجلر والفيري وايد سيكشن. وغير معرفه لاي سيكشن تاني. طب الكيو سمول بتتحسب ازاي؟ كيو كبيره على بي ووحداتها متر مكعب بير سكند بير متر ران او متر مربع بير سكند. خلاص يا شباب؟ طيب تعالوا بقى نستخدم معادله مانينج. معادله مانينج اهي، ونعوض بقى عن الاي والار في حاله لو كان القطاع ايه؟ فيري وايد. في حاله لو كان القطاع ايه؟ فيري وايد. عوض بقى معايا كيو بتساوي 1 على ان، 1 على ان. ها الار في الفيري وايد سيكشن بكام؟ الار في الفيري وايد سيكشن بي في الواي. بس كده، ما هو اتحول لريكتانجلر سيكشن. طب والار بتاعته لسه من شويه قايلينها، الار بكام؟ بواي. يبقى الار كمان بواي، واي ايه؟ اس ثلثين. جذر مين بقى؟ جذر اس نور. جميل. يعني القانون بقى اتحول لشكله عامل ازاي دلوقتي؟ يعني كيو بقت بتساوي 1 على الان في البي في الواي، في البي في الواي، في واي اس ثلثين. واي في واي اس ثلثين بكام؟ بواي اس 5 على 3. عيب اللي غلط ده وقال اس 6 على 3 غلط. واي اس 5 على 3، عيب تغلط في الحاجات دي يا باشمهندس. يبقى كيو بيساوي 1 على ان في البي في الواي اس 5 على 3. في مين؟ في جذر اس نوت. جميل. بص بقى معايا، دي كيو كبيره. طب لو انا وديت لها البي فبقت كيو على بي سمول، اللي هي اسمها ايه هنا؟ كيو سمول. يبقى بالتالي هقسم على بي هنا واقسم على بي هنا، يبقى ده هيروح مع ده، ودي هتتحول لايه؟ دي هنسميها ايه؟ نسميها كيو سمول. يبقى دلوقتي اقدر اكتب القانون ان كيو سمول بيساوي ايه بقى؟ بيساوي 1 على ان في الواي اس كام؟ 5 على 3 جذر مين؟ اس نوت. بص دلوقتي انا اقدر افصل الواي لوحدها. لو فصلت الواي لوحدها يبقى ايه بقى؟ يبقى كيو سمول في الان على جذر اس نوت، صح كده؟ بيساوي كام بقى؟ بيساوي لو اخذت الجذر العكسي للواي تبقى ايه؟ اس 3 على 5 يساوي واي. يبقى ده القانون اللي انت شايفه قدامك اهو. يبقى ده القانون اللي انت شايفه قدامك، وانا اثبت لك هذا القانون دلوقتي. يبقى بالتالي في حاله لو عندي قطاع وايد شانل، لو عندي قطاع وايد شانل، استطيع مباشره ان انا احسب النورمال ديبس. ايه هو النورمال ديبس؟ هو الديبس بتاع الحقيقي للشانل لو كان الفلو ماشي يونيفورم. يبقى احسب النورمال ديبس اللي هو واي نوت مباشره باستخدام هذه العلاقه. بتقول ايه؟ ان واي نوت بيساوي كيو سمول في الان على جذر اس نوت تو ذا باور 3 على 5. 3 على 5 دي يعني 0.6. يعني لو قلت لك تو ذا باور 0.6 ما ايه؟
ما تقلقش، ما هي نفس الرقم 3 على 5 يعني 0.6. خلاص يا شباب، حيث كيو سمول هي الديسشارج لكل 1 متر. الديسشارج لكل 1 متر الكيو سمول دي ساعات بنسميها عشان نوضحها نسميها الديسشارج الصغيره، عشان كده انا بقولها لك على طول سمول كيو، السمول كيو. وبس اوفيشيالي بيسموها ايه بقى؟ بيسموها سبيسيفيك ديسشارج. سبيسيفيك ديسشارج. يبقى السبيسيفيك ديسشارج اللي هي ايه؟ هي الديسشارج بير يونت متر، الديسشارج بير يونت متر، وهي بتساوي الديسشارج الكبيره على بي. طيب يبقى في حاله لو كان الكروس سيكشن بتاعي فيري وايد سيكشن، مساله بتاعه حساب النورمال ديس بقت مباشره وبسيطه جدا. تعوض عن الكيو سمول، تعوض عن الان، تعوض عن الاس نوت، تدخل في المعادله تجيبها مباشره. دي تعويض مباشر، عشان كده سميتها ايه؟ اكسبليسيت. تعويض ايه؟ مباشر. يعني مساله ايه بقت سهله. يعني في حاله لو كان القطاع فيري وايد سيكشن المساله عبيطه عشان اجيب النورمال ديبس. طيب لو كان القطاع تريانجل، لو كان القطاع تريانجل برضو المساله تعويض مباشر اي اكسبليسيت، بس محتاجه بقى عده خطوات. بص بقى معايا، ادي القطاع ده تريانجل اهو وماشي فيه فلو قدره كيو والفلو ماشي يونيفورم، يبقى الووتر ديبس ده اسمه ايه؟ انا اسمي ايه؟ اسمي واي نوت. اسمي ايه؟ واي نوت النورمال ديبس. الووتر ديبس لو كان الفلو ماشي يونيفورم. طب انا عايز اجيب الواي نوت ده لو انا اديتك الكيو دي بكام؟ طب ازاي تجيبها بقى؟ بص تعمل ايه؟ لازم اديك القطاع ده شكله عامل ازاي؟ فاديك السايد سلوبس قد ايه؟ يعني تي تو 1 كام؟ اديك تي دي كام؟ واديك الاس نوت طبعا لازم، واديك الكيو، يبقى لازم اديك الاس نوت، واديك كمان ايه؟ التي اللي هو السايد سلوب، واديك الايه؟ واديك الكيو. لو عندك دول تقدر تجيب الواي نوت دلوقتي. ازاي؟ واحد، ادخل احسب حاجه اسمها لامدا. احسب حاجه اسمها ايه؟ لامدا من القانون ده. احسبها ازاي؟ لو عارف السايد سلوب، مثال مثلا سايد سلوب 2 افقي لواحد راسي، يبقى تي بكام؟ تي ب 2. فتدخل هنا في القانون ده، كل تي حط بدلها 2، يبقى 2 في البسط على 2 جذر 1 زائد 2 سكوير، يبقى جبت حاجه اسمها مين؟ لامدا. يبقى جبنا لامدا. ادخل احسب اف. اف بدلاله ايه؟ لامدا اللي انت لسه جايبها من شويه، والتي اللي هي ب 2 هنا في المساله دي. يبقى كده انت جبت كمان مين؟ جبت كمان اف. جبت اف، ادخل هنا جيب الواي نوت. الواي نوت بيساوي ايه؟ بيساوي اف اللي هي هنا، اف اللي هي دي. خلاص مضروبه في مين بقى؟ في الكيو، ما هي عندي في الان. ان لازم اديها لك برضه، لازم اديها لك. فكيو في الان، ان معروفه على جذر اس نوت عندك تو ذا باور كام؟ 3 على 8. تجيب الواي نوت على طول. القانون ده بقى طبعا ليه اثبات، بس اثباته طويل، فانا طبعا مش هدخل معاكم في تفاصيل الاثبات بتاعته. فبالتالي لو كان عندك تراينجلر سيكشن تستطيع انك تستخدم ايه؟ القانونين دول او الثلاث قوانين دول، وتجيب مباشره ايه؟ تجيب مباشره الواي نوت. فبالتالي زي ما انت شايف كده، هل احتاجنا ايتريشنز؟ لا، انت بتدخل تعوض هنا، وبعدين اللي يطلع تعوضه هنا، وبعدين اللي يطلع تعوضه هنا، تجيب الواي نوت على طول. ده اسمه برضو تعويض مباشر. ماشي يا شباب؟ يبقى لحد دلوقتي عرفنا ان الفيري وايد سيكشن مفيش مشاكل فيه، ترانجلر سيكشن مفيش مشاكل فيه. المشكله كلها هتطلع في مين؟ في الترابيزويدال سيكشن وكل ما هو على شاكلته، وحتى الريكتانجلر سيكشن. يعني المشاكل هتطلع فين؟ في الريكتانجلر والترابيزويدال. في مشاكل في الريكتانجلر والترابيزويدال بقى، مش هتعرف تفصل الواي نوت في ناحيه عن الباقي. مش هتعرف تفصل الواي نوت في ناحيه عن الباقي. تعال نشوف مثال. ادي ريكتانجلر سيكشن، مديك البي، مديك الكيو، الكيو اللي ماشيه مديها لك، مديك اللونجيتيودنال سلوب بتاع التشانل، مديك مانينج ان الرفنس. ايه المطلوب يا عم الحاج؟ مطلوب جيب لي واي نوت. واي نوت النورمال ديبس ده بكام؟ مش عارف، ده مجهول. يبقى دي ابلكيشن رقم 3. طيب ايوه يا شباب، في سؤال؟ طيب دلوقتي مطلوب مني ايه؟ عايز اجيب الواي نوت. تعالوا بقى عشان نجيب الواي نوت، ما عنديش غير ايه؟ المعادله اليتيمه اللي موجوده عندي، معادله مانينج او تشيزي او دارس. انا هستخدم مانينج لان هو اداني ان، اداني ان، فاستخدم مانينج. فهو نفس القانون اهو. اقول ايه؟ اقول كيو بتساوي 1 على ان. ها الاريا في الريكتانجلر كام؟ بي في الواي، 1 على ان في الاريا، ادي بي في واي، يبقى الاريا اهي. طب الار؟
الار اللي هي الاريا في البسط يعني بي في واي على المقام، المقام اللي هو الويتد بريمتر، الويتد بريمتر كام؟ ويتد بريمتر بي زائد 2 واي، يبقى دي اريا على ويتد بريمتر، ده يديني الار. كل ده تو ذا باور كام يا باشا؟ 2 على 3. 2 على 3 بعد كده ايه؟ جذر اسمه. خلاص؟ عايزين ندور على مين؟ على النورمال ديبس، يعني معناها الفلو ماشي يونيفورم، يبقى بدور على واي اني واي واي نوت، يعني كل واي هتظهر هنا بقى بالنسبة لي أنا هسميها هديها ميزة كده اسمها واي نوت، واي نوت. طيب إيه المطلوب بقى؟ تقدر تفصل لي واي نوت في ناحية والباقي في ناحية؟ لأن أنا عارف الكيو، عارف الإن، عارف البي، عارف الإس نوت، بس مش عارف الواي نوت، المجهول هنا الوحيد هو واي نوت، فالمعادلة في مجهول واحد تقدر تحلها من غير إيتريشن؟ تقدر تحلها من غير إيتريشن؟ تقدر تفصل واي نوت لوحدها؟ مش هتعرف. يبقى بمجرد ما يكون عندي القطاع ريكتانجلر مش هعرف أفصل الواي نوت لوحدها. زي ما أنت شايف كده. فبنعمل إيه بقى؟ فبنروح داخلين بقى على الإيكويشن الأم. طبعًا أنت تعمل إيه؟ ممكن تحل المسألة دي على طول كده لو اديتها لك تحلها بالآلة الحاسبة. كل حاجة معروفة ما عدا مين؟ الواي نوت حلها بالآلة الحاسبة وطبعًا هتغلط في الحل بتاعها وتاخد صفر عادي يعني. ماشي كده؟ فاحنا دلوقتي هنتكلم ازاي نحل الحاجات دي بالايه بطريقه سيستماتيك بحيث انك انت لو غلطت ولا حاجه تاخد درجات. فبنعمل ايه بقى؟ بيقول كيو بيساوي 1 على ان في الايه في الار اس دولتين جذر اس نوت. هنعمل ايه بقى؟ هنفصل اللي نعرفه في ناحيه واللي مش هنعرفه في ناحيه. فالكيو عارفها اعرفها خليها ناحيه الشمال. الان عارفها اعرفها وديها ناحيه الشمال. الاس نوت عارفها اعرفها وديها ناحيه الشمال. الايه مش عارفها لان مش عارف فيها الواي الاي بي في واي وانا الواي مش عارفها فبالتالي يبقى الاي مش عارفها. الار مش عارفها لان مش عارف لا البسط ولا المقام. يبقى الاي والار مش عارفها فخلونا نعملها بقى كده. يبقى هنعمل كده احط الحاجات اللي انا عارفها في ناحيه اللي هي كيو والان وادي الان هناك في الان على جذر اس نوت وادي الجذر اس نوت هناك ينزل مقام يبقى كيو في الان على جذر نوت بيساوي ايه بقى؟ بيساوي الاي في الار اس كام؟ اس تلتين. اهي كيو في الان على جذر اس نوت بيساوي الاي في الار اس ايه؟ اس تلتين. كل الليفت هاند سايد ده معروف والرايت هاند سايد ده ايه؟ غير معروف. بس بدلاله مين الرايت هاند سايد ده؟ بدلاله الواي نوت وهي مجهول وحيد. فلو قدرت انت تقعد تغير في الواي نوت لحد ما تخلي الرايت هاند سايد قد الليفت هاند سايد يبقى في الحاله دي انت عرفت تجيب الواي نوت السليم. هو ده اللي انا كاتبه هنا بقى. فبصوا بقى لو كان القطاع ريكتانجلر او ترابيزويدال او اي قطاع الريجولر او اي قطاع الريجولر الطريقه بتاعت الحل بتاعته ان احنا بنكتب معادله مانينج بهذا الشكل. نحطها بهذا الشكل. حاجات معروف حاجات غير معروفه في ناحيه وحاجات معروفه فين؟ في ناحيه. ونحلها اما بالايتريشنز او باستخدام الجرافيكال ميثود زي ما هنشوف بعد شويه. طيب ازاي نحل بقى زي ما قلت لكم؟ في عندنا طريقه باستخدام الجرافيكال ميثود جراف ارسم جراف وفي طريقه باستخدام الايتريشن وفي طريقه ثالثه اللي هي ايه؟ باستخدام الاله حاسبه مباشره باستخدام الاله الحاسبه تحلها مباشره. لو انت عايز تستخدم الاله الحاسبه مباشره خلاص مفيش مشاكل بس لو غلطت واخدت الاختيار بتاعك خلاص بتاخد زيرو. ماشي؟ طب ما لو انا بقى اخدت بقى استخدمت دي او دي لو غلطت بديك درجه على الخطوات. طيب تعال نشوف ايه المقصود بكلمه جرافيكال وايه المقصود بكلمه نيوميريكال سولوشن. تعال نشوف الجرافيكال هنعمل ايه؟ هنحل مساله على طول. بيقول لي ايه بقى؟ An earthen trapezoidal channel. يعني قناه شكلها trapezoidal in shape والقناه دي ايه؟ قناه ترابيه. والقناه دي قناه ترابيه. جميل. والشانل دي عندها 3 متر بيد ويدث سايد سلوبس 1 لواحد سايد سلوبس 1 لواحد والبيد سلوب 1 ل 1600. يبقى تعالوا نترجم الكلام ده فنقول كده عندي الشانل بتاعتي ايه؟ ترابيزويدال ان شيب. الشانل عرضها كام؟ العرض بتاع الشانل كام؟ 3 متر. سايد سلوبس بتاعتها كام؟ 1 لواحد اهي 1 لواحد كاريز ووتر والبيد سلوب
واحد ل 1600 دي مين دي البيد سلوب ده؟ ده الاس نوت، الاس نوت بيساوي كام؟ بيساوي 1 على 1600 وحداته ايه ده؟ متر متر بير متر او سنتي بير سنتي او ملي بير ملي، وحداته ملوش وحدات. طب استيميت ذا نورمال ديبس، استيميت ذا نورمال ديبس يعني ايه استيميت؟ يعني اوجد ذا ايه نورمال ديبس، مين النورمال ديبس اللي هو الواي نوت؟ يعني عايز يجيب ايه؟ يجيب الباشمهندس ده واي نوت دي بكام؟ يبقى ده المطلوب. عشان اجيب الواي نوت لازم يديني كيو، فبيقول لك بقى ايه؟ يوزنج ذا جرافيكال ميثود، استخدم الجرافيكال ميثود اهو، وقال لك بقى ايه؟ خد مانينج ان كام؟ 0.04، يبقى انا عرفت مانينج ان، ان 0.04، وقال لي الفلو كام؟ واحد ايه ونص، يبقى الكيو بيساوي واحد ونص متر مكعب بير سكند. واضح؟ طيب بما ان هو اداني مانينج ان يبقى خلاص هروح كاتب بقى المعادله بتاعتي، فاكتب المعادله بتاعتي احط الحاجات اللي عارفها في ناحيه والحاجات اللي مش عارفها في ناحيه. الحاجات اللي عارفها في ناحيه يبقى كيو في الان على جذر ايه؟ اس نوت ادي في ناحيه، والناحيه الثانيه ايه؟ ايه في الار اس كام؟ ثلثين. واخد الايكويشن دي بقى وتعالوا ايه نعملها جرافيكال. تعالوا نعملها جرافيكال. فبصوا بقى هنعمل ايه؟ هنعملها جرافيكال ازاي؟ هنرسم الجراف ده اهو. عامل ارسم الجراف ده ازاي؟ هفرض فاليوز للواي، هفرض فاليوز للواي، فمثال ابدا بواي بصفر الاول، وبعدين عايز اجيب الرايت هاند سايد ده، عشان اجيبه يبقى محتاج ايه؟ محتاج احسب الاريا. طب الاريا تتحسب ازاي للترابيزويدال يا شباب؟ الاريا بتاعت الترابيزويدال بيساوي بي بلس تي واي الكل ها في واي. طيب انت عندك البي ب 3 وعندك التي بكام؟ بواحد، تي بواحد اهي صح كده؟ وعندك الواي بكام؟ الواي ما عندكش بتتغير، الواي هنا انت حطيتها بكام؟ بصفر، فبالتالي يبقى عندك الايه؟ الاريا بصفر. بما ان الاريا بصفر يبقى على طول هتديك مين؟ هتديك الليفت هاند سايد ده كله بيساوي كام؟ بيساوي زيرو، اللي هي كيو اللي هي الاي في الار اس ثلثين هتطلع بايه؟ صفر، صح ولا لا؟ لان A في R اس 2 لو الA بصفر يبقى خلاص الA في R اس 2 بصفر. طب هنا هنحسب مين؟ هيحسب الR. الR هتجيبه ازاي بقى؟ هتروح جايب الاول الP اللي هي بيساوي الB زائد ها 2Y جذر 1 زائد AT سكوير. عايزين نفصل كده عن هنا. دي الP، وبالتالي نقدر نجيب الR دلوقتي اللي هي بيساوي مين؟ الاريا على الويتد بريمت. يبقى لو انا عرفت الY اجيب الA واحسب الايه؟ احسب الار، انا مش محتاج احسبها هنا خلاص. طب فرضت الواي بصفر، افرضها بعد كده نص. وجيب الايه؟ سميها ايه؟ واحد، والار واحد، والايه واحد، ار واحد، اس ثلثين. انا بعمل ايه كل ده؟ بحسب الرايت هاند سايد. جميل؟ بعد كده افرض كمان واي بواحد. وجيب ايه اثنين؟ ار اثنين، ايه اثنين، ار اثنين، اس ثلثين. بقى عندي كام نقطة؟ ثلاث نقط. وعندي هنا كام؟ ثلاث نقط. ارسم كيرف. ارسم كيرف كالآتي. المحور الأفقي اللي هو الدالة اللي أنت عارفها دي اللي أنت جبتها الـ A في الـ R ثلثين. والمحور الرأسي تملي المحور الرأسي بقى أحطه الـ Y لأن الووتر ديبس بيتقاس فيرتيكال. فبحط المحور الرأسي تملي في الـ A في الـ Y. يعني ما حطيتش المحور الرأسي في الأفقي ليه؟ لأن العادي المحور الرأسي الواي بتتقيس فيرتيكال، فعشان كده شيء طبيعي إن أنا أحطها فيرتيكال. هيطلع الجراف زي ما يطلع، هيطلع حاجة زي كده. ماشي؟ اللي هي الثلاث نقط بتوعتك أهو، النقطة دي مثلا، والنقطة دي، والنقطة دي. واضح؟ هنعمل إيه بقى؟ أنا عايز أجيب الواي، أنهي واي في دول بقى بتاعتي؟ تدخل بقى الكيو في الإن على جذر الإس نوت بتاعتك، مش أنت عارفه؟ أه عارفه. عندك الكيو أهي، كيو واحد ونص. عندك ال N اه اهي 0.04، عندك ال S نوت اه عندك ال S نوت، يبقى ال left hand side ده معروف؟ اه معروف، يبقى انت عارف ال A في ال R اس ثلثين؟ اه عارفها. طب ادخل بال A في ال R اس ثلثين اللي هي بتساوي Q في ال N على جذر Q في ال N، Q في ال N على جذر ايه؟ على جذر S نوت، على جذر S نوت. ادخل عليها، دخلنا اهي، امشي افقي، يبقى هي دي مين؟ هي دي ال Y نوت. واضح يا شباب؟ هو ده اللي احنا ايه؟ ده اللي احنا هنعمله هنا. ده اللي انا عملته، بس انا عملته على اكسل بقى. فانا عملته على اكسل زي ما انت شايف كده.
فرضت الواي نوت 0.5 واحد، بعدين جبت الاريا، بعدين جبت البي، بعدين جبت الار، بعدين جبت ايه في ار اس 3، وبعدين عملت ايه؟ رسمت علاقه ما بين مين بقى؟ ايه في الار اس 3 ده الليفت هاند سايد مع مين؟ مع الواي نوت. حطيت الواي نوت فين؟ في البسط، في الفيرتيكال، وحطيت الايه في الار اس 3 فين؟ في الهوريزونتال اهو، اللي هو ده. واضح؟ طلع الجراف اهو. ها ازاي اجيب الواي نوت بقى؟ احسب الترم ده اللي اسمه ايه؟ كيو في الان على جذر اس نوت. الترم ده اهو طلع كام؟ 2.4. ادخل هنا بمين؟ ب 2.4. بص هنا 2 وهنا 2.5. الله يكرمك بلاش الحول. دي 2.4 اهي، 2.4 اهي. دخلت ب 2.4 جبت مين؟ جبت الواي. هي دي طريقه الجرافيكال. يبقى الجرافيكال ميثود اضعف الايمان فيها انك تحط لي كام نقطه؟ 3 نقط، لان ده جراف فمحتاج كام نقطه؟ 3 بوينتس. 3 ايه؟ 3 بوينتس. يبقى دي الطريقه الاولى. يبقى الطريقه الاولى دي اللي اسمها ايه؟ ها؟ اللي اسمها الجرافيكال ميثود. دي طريقه الايه؟ الجرافيكال ايه؟ الجرافيكال ميثود بتاعتي اهي، هي دي. محتاجه 3 بوينتس. طيب الطريقه الثانيه طريقه نيوميريكال بقى. نيوميريكال ازاي بقى احلها؟ نيوميريكال باستخدام الايتريشنز. ممكن استخدم في القصه دي الايه؟ الاكسل سول. تعالوا ناخد نفس المساله، تعالوا ناخد نفس المساله ونحلها باستخدام اكسل سول. يا باشمهندسين لازم تتعلموا ازاي تستخدموا اكسل، لان في امتحان الفاينل، اذا كان في امتحان فاينل، لحد دلوقتي مش عارفين، اذا كان في امتحان فاينل ممكن اطلب منكم تحلوا المساله دي باستخدام النيوميريكال، فلازم تعمل لي اكسل. فممكن يطلب منك تستخدم اكسل، فاللي انا بعمله ده مش للطرف الثقافي، ده لازم حضرتك تتعلمه وتعرفه، انا بعمله قدامك اهو عشان كده. تعال بقى نمشي خطوه خطوه. واحد، اول حاجه دخل الداتا انتري بتاعتك. فين الداتا انتري؟ رقم واحد عندي كيو. الكيو بكام؟ بواحد ونص. وخليك محترم كده تكتب كل حاجه قدامها ايه اليونتس بتاعتها. الناس اللي شغالين في المشاريع لا يعملوا لي اكسل، كل حاجه لازم تبقى سيلف اكسبليند كده. يبقى دي اسمها كيو، الفاليو بتاعتها واليونتس بتاعتها قدامها. طب يبقى كيو خلاص عرفناها. ايه كمان عندنا؟ مديني كمان البيد ويدث، يبقى البي بيد ويدث قيمته 3، اليونتس بتاعته متر. ايه كمان؟ مديني كمان السايد سلوبس تي قيمته كام؟ بواحد، مالوش يونتس. بعد كده مديني ايه؟ الاس نوت. الاس نوت قيمته كام؟ قيمته 1 على 1600، يبقى بيساوي، لازم اكتب فورمولا دي، اما تيجي تكتب حاجه عمليه حسابيه لازم تكتب يساوي الاول. يساوي البسط 1 على المقام كام؟ 1600. ليه يونتس؟ مالوش يونتس، يا اما متر على متر او سنتي على سنتي، مالوش يونتس. يعني لو ما كتبتش حاجه ما فيش. طيب وبعدين كمان عندنا مانينج ان 0.04. في حاجه ناقصه؟ كده انا دخلت مين؟ الداتا انتري. جميل. بصوا بقى، عايز اعمل اجيب الكيو في الان على جذر اس نوت، فانا هجيب كده الكيو في الان على اس نوت تحت الجذر، ممكن اكتبها كده هات 0.5. طيب يلا نجيب بقى. يبقى بتساوي ها كيو بكام؟ اهي في الان، فين الان؟ اهي على جذر اس نوت، في امر في اكسل اسمه سكوير روت، اس كيو ار تي، سكوير روت كلمه واحده، سكوير روت اس كيو ار تي، سكوير روت مين؟ الاس نوت اللي هو ده، وتقفل القوس. يبقى جبنا مين؟ ال 2.4 اللي احنا شفناها هناك المره اللي فاتت. ماشي، تعال نوصل الكلام بقى ده عشان ايه يبقى شكله حلو، كانك كده دخلت وتسرح شعرك، شكلك بتبقى مهندم كده. ده مين ده؟ ده الليفت هاند سايد. طيب تعال نشوف الرايت هاند سايد بقى هنعمل فيه ايه. الرايت هاند سايد محتاجين نحسب الاي في الار اس 3، فهنعمل ايه بقى؟ هنعمل الاتي. اول حاجه الواي نوت اهي اللي انا بدور عليها، دي الواي نوت بتاعتي، ودي الفاليو بتاعتي حطها تحتيها كده. طيب وهنا مين بقى؟ هنا احسب الاي، وبعدين البي، وبعدين الار، وبعدين الاي في الار اس كام؟ 3. واحد يقول لي ليه؟ عشان انا عايز اجيب دي ايه في الار اس 3،
فبدا يجيبه مره واحده وكعبل الدنيا، لا خليها اظبطها كده اصفنطها واحده واحده عشان ما تلخبطش. ده انا بعمله برضو، صرح الدنيا كده عشان تتظبط. طب يلا بقى معايا، لو عرفت الواي تقدر تحسب الاي. اه تعالى نعمل القصه دي، هفترض ان انا عارف الواي، يبقى الاي بتساوي ايه؟ الاي بتساوي بي، بي اللي هو البيد ويدث بلس تي واي، تي اهي في واي اللي انا عايز اجيبها، واقفل القوس كل ده في واي، واي اللي هي فين؟ اللي هي اي 10 اللي انا عايز اجيبها برضه، وما تنساش تقفل القوس الاولاني اهي. يبقى تاني نبص عليها، دي مين دي؟ دي بتقول البي بلس تي واي الكل في واي، القانون بتاع الاريا بي بلس تي واي الكل في واي. جميل؟ وبعد يقول لي ما طلعت بصفر عشان انت مش حاطط حاجه في الواي. طيب البي بقى الويتد بريمتر، البي بيساوي ايه؟ اهو القانون بتاعه اهو، بي بلس 2 واي جذر 1 زائد تي سكوير. يلا نقول بتساوي بي، فين بي اهي؟ بلس ها 2 في الواي، بعد كده في جذر، يبقى اس كيو ار تي جذر مين بقى؟ 1 زائد تي الكل اي سكوير. يبقى كده جبت البي. بعد كده نعمل ايه؟ نجيب الار، الار بيساوي ايه بقى؟ ايه على بي، ايه على بي. طيب بعد كده عايز اجيب الاي في الار قصه تلتين، بتساوي ايه بقى؟ ادي ايه وادي في الار اس ها تلتين، 2 على 3 ايه في الار اس تلتين. ولو انت بقى زي كده موسوس هتعمل ايه؟ حط لك قوس هنا كمان عشان تضمن ان الاس تلتين ده عائده فقط على الار، مش عائده على الاي في الار كله. الرقم ده مين؟ هو الاي في الار اس تلتين اللي هو الرايت هاند سايد. طب الليفت هاند سايد فين؟ اهو الكيو في الان على جذر اس نوت الليفت هاند سايد. طب ايه الصح؟ لو الواي دي صح كان ايه اللي هيحصل؟ كان الرقم ده يبقى زي ده، كان الرقم ده يبقى ايه؟ زي ده، صح ولا لا؟ طيب يعني انا نفسي ايه؟ ان الفرق ما بين ده وده كام؟ صفر، صح؟ تعالى نعمل حاجه ظريفه، هكتب هنا ايه؟ الديفرنس. ايه الديفرنس؟ يعني ايه الفرق ما بين الرايت هاند سايد والليفت هاند سايد؟ الفرق ما بين الرايت هاند سايد والليفت هاند سايد، لو الرايت هاند سايد بيساوي الليفت هاند سايد الفرق كام؟ صفر، صح؟ طب لو الرايت هاند سايد في فرق بينه وبين الليفت هاند سايد، يعني معناها ايه؟ معناها في خطا، صح ولا لا؟ يبقى الديفرنس ده يعبر عن مين؟ يعبر عن الخطا الموجود في الايه؟ في المساله بتاعتي لحد هذه اللحظه. يبقى هحسب الديفرنس ده ازاي؟ اقول بيساوي مثلا الرقم ده ناقص ده. انا نفسي ايه بقى؟ ان الرقم ده بيساوي صفر. يعني الفرق ما بين الرايت هاند سايد والليفت هاند سايد بيساوي صفر. يعني الترم ده يكون زي ده. طب هعمل هوصل للكلام ده ازاي؟ بان انا اغير واي. اغير واي ازاي بقى؟ يعني مره احط واحد واجرب بقى. بص شايف خدت بالك؟ طب احط ايه؟ 0.8 واخد بالك؟ ادي عامل 0.8 عملت غلط 0.8 الايرور بيقل. طب 0.7 لا الايرور زاد. طب 0.83 الايرور قل. وتقعد بقى تغني ظلموه بقى عقبال ما تحل. اكسل سولفر يعمل لك القصه دي. بص بقى هنعمل ايه؟ هنخلي اكسل سولفر يعملها بسرعه. ازاي بقى؟ هنروح رايحين على ديتا زي ما اتفقنا قبل كده، عملنا الكلام ده قبل كده في النتورك. وبعدين سولف اهو جبنا السولفر، ها ديتا سولف. وبعدين نعمل ايه بقى؟ ايه هو هدفك في الحياه في المساله دي؟ طبعا ايه هدفك في هذه المساله؟ وات از يور اوبجكتيف؟ ماي اوبجكتيف ان الايرور ده نفسي يبقى بيساوي صفر او اقل ما يمكن. ممكن تختار دي او ممكن تختار دي، الفاليو بتاعته تساوي صفر او بيساوي اقل ما يمكن. طيب هتعمل الكلام ده ازاي؟ بتغيير انهي سيل؟ السيل دي. حلو كده؟ بتغيير السيل دي. طب هل ممكن السيل دي تبقى نيجاتيف؟ الاجابه لا، يبقى لازم ما تشيلش التيك دي، خليها زي ما هي. لان ما عنديش حاجه اسمها اوتر ديبس بالنيجاتيف، صح ولا لا؟ يبقى بالتالي انا عايزه تملي لما يجي يفترض فاليوز للواي يفترضها كلها بوزيتيف بوزيتيف، وما يجربليش اي قيمه نيجاتيف. بعد كده اقول له سولف. كده وصلنا للحل اهو. زي ما انتم شايفين وصلنا للحل. بص الديفرنس قد ايه؟ الايرور قد ايه؟ حاجه في 10 اسمها 7 يعني رقم صغير قوي. وبالتالي هتبص تلاقي الليفت هاند سايد تقريبا زي الرايت هاند سايد، في فرق بينهم بسيط قوي اللي هو ده.
واحد يقول لي ده لا ده الاثنين زي بعض بالظبط، لا هو عامل تقريب. يعني لو انت بص، لو انت عملت ايه، لو انت رحت هنا وقعدت بقى تحولها للقيم بتاعتها، هتظهر لك بقى ايه الفروق بينهم، فهمتني؟ هتظهر لك الفروق مثلا الاقرب رقم 10 السادس ولا حاجه، هتلاقي في فرق، هو اللي عمل ده. واضح الكلام؟ يبقى بالتالي دلوقتي انا عرفت اجيب الايه الواي نوت. لاحظ معايا كده الواي نوت دي طلعت كام؟ 0.86. هل هي نفسها اللي احنا وصلنا لها في الحل الجرافيكال؟ تعال نبص، تعال نبص فين الجرافيكال سولوشن بتاعنا اهو. ايه رايك؟ انا دخلت ب 2.4 اللي هي كيو في الان على الجهاز اس نوت، طلعت كده قطعت هنا، طلعت كام؟ اه تقريبا 0.8، يعني 0.8 حاجه، صح ولا لا؟ فبالتالي الطريقتين بيدوا طبعا نفس الايه؟ نفس النتائج. وان كانت مين الطريقه الادق؟ الطريقه الادق طبعا اللي هي بالاستخدام الاكسل ايه سولفر. يبقى انت دلوقتي عرفت ازاي تحل المساله بالجرافيكال، وعرفت ازاي تحلها بطريقه الايه؟ الاكسل سولفر. طيب محتاجين نبص بقى لشويه حاجات مهمه جدا. الحاجات دي بقى ممكن تيجي في الصح والغلط والام سي كيو والامتحانات الجميله بتاعت البلاك بورد اونلاين دي. بص بقى بيقول لك الراجل ده ايه؟ بيقول لك ما هي العوامل التي تؤثر على النورمال ديبس؟ ما هي العوامل التي تؤثر على النورمال ديبس؟ عايز تعرف العوامل التي تؤثر على النورمال ديبس؟ بسط المساله، يعني ايه؟ تعال ندور على ايكويشن بتعرف قيمه الواي نوت قد ايه في ابسط صورها. ما فيش تقريبا غير الايكويشن بتاعت الوايد شانل. بص الوايد شانل هي الوحيده او وكمان الترينجلر اللي فيها كل العوامل. بص بقى الوايد شانل او الترينجلر، بص بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ ان الواي نوت داله في ايه؟ في الكيو والان في البسط وجذر اس نوت في المقام. بص الوايد بتقول لك ايه؟ داله في الكيو سمول والان وجذر اس نوت في المقام، صح ولا لا؟ اه يبقى عرفنا بقى السيستم. يبقى ما يقول لي ما هي العوامل التي تؤثر على الواي نوت؟ تملي كده، ما حد يقول لك حاجه معينه بتتاثر بايه؟ حاول تحط الحاجه دي في معادله، تفتكر لها معادله. ماشي؟ فاحنا عندنا معادله دلوقتي. فاحنا عرفنا دلوقتي ان احنا عندنا ان الواي نوت ها بيساوي كيو سمول في الان على جذر اس نوت تو ذا باور ايه؟ 0.6 او 3 على 5 في حاله الايه وايت شن. يعني معناها ايه؟ يعني كل لما الكيو بتزيد الواي بتزيد، طب كل لما الان بتزيد الواي بتزيد، طب كل لما الاس بتزيد الواي بتقل لانها في المقام. يبقى خلاص عرفنا كده اهو ان الواي نوت بتزيد مع زياده الكيو وزياده الان ونقص الاس، صح ولا لا؟ اهو يبقى هي دي العلاقات دي، مهمه جدا جدا جدا. يبقى بص اقول لك بقى، خلينا اختبر ايه الذكاء بتاعك. لو عندي تشانل كده وعندي تشانل كده ومشي هنا 20 متر مكعب بير سكند وماشي هنا برضو 20 متر مكعب بير سكند، مين اللي هتديك ووتر ديبس اعلى؟ اه بص بقى معايا، كل ما السلوب يزيد السرعه تزيد فالووتر ديبس يقل، يبقى هنا يديك ووتر ديبس قليل، هنا مثلا ممكن تطلع نص متر، هنا ممكن تطلع ايه؟ 1 متر. واضح يا شباب؟ يبقى كل ما السلوب يزيد الووتر ديبس تقل، كل ما السلوب يقل الووتر ديبس يزيد، كل ما السلوب يقل ها الووتر ديبس تزيد، كل ما السلوب يقل الووتر ديبس تزيد. طيب كل ما لو عندي تشانل اهي، تشانل اهي نفس التشانل وكيو مره مشي 20 ومره زاد بقى 30، ايه اللي هيحصل للووتر ديبس؟ الووتر ديبس بتاع ال 20 هيبقى كده، طب وبتاع 30 هيزيد كده، صح ولا لا؟ طيب لو عندي تشانل كانت كده وتشانل زيها بالظبط نفس الاسلوب نفس الشكل نفس القطاع وماشي هنا 20 وماشي هنا 20، بس التشانل دي سموث والتشانل دي رف، يعني البيد قاعد بيلعب كده، ها لو الووتر ديبس ده هنا كان 1 متر الووتر ديبس هنا يكون كام؟ يكون اكتر من الواحد متر، ده يكون واي نوت هتكون اكبر من 1. واضح يا شباب؟ يبقى هو ده اللي احنا بنقوله. يبقى لازم تكون فاهم الحاجات دي، النورمال ديبس بيعتمد على انهي ايه؟ انهي عوامل. كده خلصنا ابلكيشن رقم 3، ندخل في ابلكيشن رقم 4. ابلكيشن رقم 4 بتتكلم في ايه بقى؟ حاجه اسمها الديزاين. ديزاين بقى تصميم القناه. يعني ايه تصميم القناه؟ يعني حضرتك ما عندكش اي حاجه خالص. يبقى ايه المقصود بتصميم القناه؟ واحد ان انا اعرف
القناه دي هتستخدم في ايه؟ اثنين اعرف شكلها، هل هي ترابيزويدال ولا ريكتانجلر ولا اعملها تريانجلر؟ رقم ثلاثه اعرف الكيو اللي ماشي فيها قد ايه؟ ماشي فيها كيو قد ايه؟ رقم اربعه اعرف هي ماشيه من فين لفين؟ يعني في البلان فيو مثلا انت عايز ايه؟ عندك مثلا هنا اهو مصدر المياه بتاعك، وعايز تنقل مصدر المياه ده للفارم بتاعت حضرتك اللي موجوده هنا. فعايز تعمل ايه؟ ممكن تنقلها ببايب، وممكن المياه اللي انت عايز تنقلها دي كتيره قوي، فالبايب هتبقى ان ايكونوميك. فممكن تعمل ايه؟ فتعمل تشانل توصل المياه من هنا لحد الفارم بتاعك. فبص انا مشيت كده ليه؟ لان ممكن يكون هنا في عائق جبلي بتاع، فانا ده اسمه ايه؟ يبقى تحدد لي اللاي اوت، اللاي اوت بتاعت ايه؟ بتاعت التشانل بتاعتك. بعد كده تحدد لي البروفايل بتاعها. بعد كده اما عرفت اللاي اوت والبروفايل، تعرف لي بقى تاخد عينات وتجيب مين؟ الرفنس بتاعك مانينج ان مثلا ولا حاجه. فجبت مانينج ان، ايه كمان؟ تبدا بقى تختار هتصمم القناه ازاي؟ يعني مثلا دلوقتي احنا عايزين خلاص قررنا ان احنا هنشتغل على الترابيزويدال سكشن، وقررنا ان الكيو بتاعتنا كذا عرفناها، واللاي اوت بتاعنا كذا، والبروفايل بتاعك كذا، ومانينج ان عرفناها، جبنا ايه؟ انفستيجيشن، جبنا السويل، وجبنا مانينج ان. طيب التشانل بتاعتي دي هاخدها ازاي بقى؟ هاخدها بي بكام؟ واي بكام؟ الاس نود بكام؟ السايد سلوب ده هاخده كام؟ اخدتوا بالكم يا شباب؟ هو ده المقصود بيه ديزاين اوف التشانل. طيب تعال بقى نروح خطوه خطوه كده في الديزاين اوف التشانل. احنا هناخد بس مقدمه النهارده لان هو موضوع كبير وطويل، هنكمله ان شاء الله المره الايه القادمه. في عندنا عشان نصمم التشانل، قبل ما نصممها لازم نجاوب على السؤال ده، هل هذه القناه لامداد المياه ام لتصريف المياه؟ لازم تعرف الايه اجابه السؤال ده. ما ينفعش تصمم تشانل وانت مش عارف هي هدفها ايه. يبقى ايه هو الاوبجيكتيف بتاع التشانل؟ هل الاوبجيكتيف بتاع التشانل امداد يعني سبلاي، ولا تصريف صرف الميه؟ قول لي مثال لامداد اللي انا قلت لك من شويه، انك انت عندك فارم وانت عايز تغذي الفارم دي فهتعمل تشانل. واحد يقول لي طب ما لو عملت تشانل الميه تتبخر، احنا عندنا السعوديه يا عم الحاج. لا، ما احنا ساعات بنعمل ايه؟ نعمل تشانل ونبطنها ونغطيها عشان درجه الايه؟ درجه الحراره. وبعض الاحيان بتكون ارخص. طيب يبقى دي اسمها ايه؟ دي تشانل للامداد الميه، لامداد الميه. ممكن تشانل دي بقى تصريف، زي ايه مثلا؟ زي حاجه زي كده. انا عندي دلوقتي مدينه اهي، ادي مدينه، وادي المدينه انا عملتها في ورشقتها في مخر السيل. ادي السيل كان ماشي كده، الوادي بتاعي. والراجل اللي اختار المدينه دي ما خدش باله بقى ان في سيل ماشي معدي هنا، وبما ان الدنيا ما كانتش بتمطر السنتين اللي فاتوا، فقال لك يا عم مش هيحصل حاجه، راح عمل المدينه بتاعته. بعد كده بدات تحصل امطار وبتاع، قالوا يا نهار ابيض ده الناس هتغرق. فهنعمل ايه بقى؟ فقال لك خلاص اما نيجي عشان نعمل القصه دي هنعمل الاتي. هتعمل ايه يا عم الحاج؟ قال لك خلاص احنا هنعمل ايه؟ هنعمل هنا تشانل كده اسمها انترسبتور، ونقطع التشانل دي كده. فايه اللي هيحصل؟ اما يجي وادي هنا اللي يعمل تقابله التشانل دي وتصرف الميه وتبعدها عن مين؟ عن المدينه، وبعد كده نرجعها تاني فين؟ في مجرى الوادي الطبيعي. التشانل دي اسمها ايه بقى؟ اسمها دايفيرجن تشانل. دايفيرجن ايه؟ دايفيرجن تشانل يعني تشانل لصرف اتجاه الفلو عن ايه؟ عن مهاجمه المدينه. تو دايفيرت يعني نحوله نخليه يحول شمال. واضح يا شباب؟ طب التشانل دي بقى الغرض بتاعها ايه؟ الغرض بتاعها تصريف. غرض بتاعها ايه؟ تصريف المياه. يبقى غرض هذه التشانل تصريف المياه. ماشي يا شباب؟ يبقى احنا لازم نجاوب على هذا السؤال الاول، هو تصريف ولا امداد؟ طيب الحاجه الثانيه اللي بعد كده، عايز اعرف شكل التشانل بتاعتي عامله ازاي. فالتشانل بتاعتي ممكن تبقى ترابيزويدال، ممكن تبقى ريكتانجلر، ترانجلر، سيركلر. لازم اعرف. احنا اتفقنا ان الديفولت سيكشن هو مين؟ هو الشكل ده. لو انا كنت ناوي اعمل تبطين للتشانل، سؤال الاول، احنا ليه بنعمل الشكل المايل ده؟ لان عاده الارض الطبيعيه بتهيل، ما اقدرش اعملها راس كده. ليه؟ لو عملتها راس كده ايه اللي هيحصل؟ التراب ده هيهيل كده، هتبص تلاقيه ياخد الشكل ده. فانا من الاول عارف القصه دي، فباخد شكل الايه؟ شكل تهييل التراب، فعشان كده بعملها كده. واضح يا شباب؟ عشان كده بيطلع الترابيزويدال سيكشن.
طيب افرض بقى انا كنت ناوي هبطن التشين بتاعتي بخرسانه، فبالنسبه لي خلاص الخرسانه هتشيل نفسها، فممكن اجوز ايه؟ اجوز ريكتانجلر تشانل زي كده. ليه؟ لان انا هبطنها بالخرسانه، دي هتبقى خرسانه ايه؟ اما خرسانه عاديه او خرسانه مسلحه حسب السيكنس بتاع القطاع بتاعي. ماشي؟ يبقى احنا عرفنا الترابيزويدال تشانل وعرفنا مين الايه الريكتانجلر تشانل ممكن استخدمه امتى. او لو مثلا زي مثلا عندنا في مكه التربه في اماكن كثيره بتكون صخريه، فممكن اشتغل بريكتانجلر تشانل لانها صخر مش هيقع. واضح؟ طيب ايه كمان؟ في لو عندي طريق، لو عندي طريق، تعال نبص لموضوع الطريق ده. قدامنا دقيقتين اهو ونختم بكده. تعال بص بقى لموضوع الطريق ده، والارض الطبيعيه عامله كده. الارض الطبيعيه عامله كده، رايحه جايه رايحه جايه رايحه. فانا عايز اعمل تشانل، تشانل طبعا لازم تنزل مع الارض. فهنعمل ايه؟ نروح عاملين كده. ادي الشانل بتاعتي باخدها بحيث بقى ده اختيار السلوب بتاعي، السلوب الاس نوت، بختاره بهذا الشكل بحيث يبقى القط قد الفيل، القط قد الفيل. فقول معايا بقى ايه رايك في القطاع ده؟ القطاع ده هنا الارض الطبيعيه كانت فوق والتشانل قاحه تحت، صح؟ يبقى انا السكشن ده اسمه ايه؟ السكشن حفر. طب والسكشن ده اسمه ايه؟ سكشن ردم. وده ايه؟ اسمه حفر ردم، وهكذا. طيب تعالى ناخد هذا القطاع بقى، هذا القطاع الاصل فيه ايه؟ الاصل في هذا القطاع كان كده، الاصل في هذا القطاع كان كده. الارض الطبيعيه هي الحمراء دي اللي هو دي، حمراء دي. طيب وانت القطاع بتاع الشارع بتاعك فين؟ قطاع الشارع بتاعك الازرق، الازرق ده، الازرق ده. فقطاع الشارع بتاعك تحت. طب عايزين نحفر، فهنحفر ازاي بقى؟ هنروح حفرين كده، حفرين كده. يبقى دي الارض الطبيعيه وده منسوب الشارع بتاعك. جميل. طب بص بقى يا باشا، لو الدنيا مطرت دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ لو الدنيا مطرت هتبص تلاقي الشارع بتاعك تشتغل كانه حمام سباحه، وحضرتك العربيه بتاعتك هنا وانت مبسوط جدا بالوضع. مش هينفع، صح ولا لا؟ فبالتالي الناس بتعمل ايه؟ بتيجي عامله هنا حاجه اسمها ديتش، حاجه اسمها ايه؟ ديتش. فنروح عاملين الديتش بتاعتنا الجميله اهو. فنعمل الديتش، فبنروح عاملين ازاي بقى؟ نروح جايين كده وننزل هنا كده، نروح عاملين حاجه اسمها تريانجلر ديتش، عشان الميه اما تنزل تمشي هنا كده الحته دي، والميه تمشي هنا في الحته دي. هو ده اللي احنا ايه؟ شايفينه في هذا الشكل. شايفين يا شباب؟ اهو. ادي الديتشز، ادي الديتشز، التريانجلر ديتشز، علشان اما الدنيا تمطر، اما الدنيا تمطر كده الميه تمشي يمين وتمشي شمال وتتصرف وتروح في الديتش دي وتمشي بقى في اللونجيتيودنال سيكشن مع ايه؟ مع الشانل. ونقف على كده ان شاء الله ونكمل المره الجايه. حد عنده سؤال يا شباب واحنا بناخد الغياب لحد ما ناخد الغياب؟